للرد في هذه النقطة، لكن معي على الهاتف الآن سيادة اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أهلا بك معنا سيادة اللواء. أهلا أستاذ أحمد، نعم سيادة وأهلا اللواء. بضيوفك الأعزاء. يعني نعم سيادة اللواء، لماذا اتهمتم حركة شباب السادس من إبريل بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب؟ أنا بس هرجع شوية. أنا الأول بشكر الأستاذ كريم محمود، هو امبارح كان عامل تغطية جيدة للأحداث في ميدان العباسية. حركة 6 ابريل زي ما الاخ اللي كان بيتكلم، انا ما اعرفش اسمه ايه، وما يعني محمد ابراهيم هو عضو مؤسس في الحركة، الاستاذ محمد ابراهيم، الاستاذ محمد ابراهيم قال بعض النقاط بس انا احب اعلق عليها. تفضل سيادة. اولا احنا لم ننتزع او لم نحصل على شرعيتنا من ميدان التحرير، احنا حصلنا على شرعيتنا باعلان دستوري واستفتاء شعبي. 77% من الشعب أيد إجراءات وتواجد المجلس العسكري. لما نرجع بقى للأحداث لغاية يوم 28 لما نزلنا الميدان، أنا من يوم 28 موجود في الميدان وحتى الآن، يعني أنا لم أبعد عن الميدان. لما نزلنا 28 الميدان، الأستاذ أحمد يقول لك يوم 29 كان في كام واحد في الميدان. بعد ما الثوار وليس الشباب، الثوار اطمأنوا أن القوات المسلحة تحميهم، بدأ ميدان التحرير يأخذ شكل آخر تماما. بدأوا الأعداد تزيد، بدأت يبقى في منصات، بدأوا يقولوا آرائهم. كان في مجموعة في الميدان اسمها مجموعة الحكماء، وهي كانت تدير العمل في الميدان. أنا يمكن أذكر بعض الأسماء فيهم، وهم هم قابلوني كلهم في يوم 3 فبراير في المتحف المصري، الأستاذ عبد الجليل مصطفى، الأستاذ الدكتور البلتاجي، الأستاذ جورج إسحاق، الأستاذ أبو العز الحريري، وده حزب التجمع وأصلا اسكندراني وأنا كنت أعرفه من قبل. كانت هناك مجموعة يطلق عليها مجموعة الحكماء داخل ميدان التحرير. تنينا معاهم حتى يوم 11 فبراير نحمي ونؤمن ماديا ومعنويا، وكان اي حاجة بيطلبها الثوار اللي داخل ميدان التحرير وليس الشباب، ما انا كانش لسه نعرف بقى حركات الشباب والائتلافات والكلام. بعد سقوط النظام بدأ بعدها بخمسة ايام يشكلوا حاجة اسمها اللجنة التأسيسية او حاجة زي كده، عموما الائتلافات كلها شكلت بعد هذا التاريخ. بالضبط كده، بدأ يظهر هناك ائتلافات وبدأ يحصل بينهم بعض التناحر. فجه الاستاذ احمد منصور من قناة الجزيرة وقام بتشكيل ما يسمى اللجنة التأسيسية او ما الى ذلك، واجتمعوا هم كانوا تقريبا 10 مجموعات في هذا التوقيت. بدأت القوات المسلحة تتولى إدارة شؤون البلاد بشرعية ليست من الثوار، ولكن بشرعية من وضعها كجهة سيادية وحيدة مستقرة ولديها القدرة على التأثير في الأحداث سواء داخلية أو خارجية. وبدأنا ندير شؤون البلاد، وبدأنا بالإعلان الدستوري أو التعديلات الدستورية ثم الاستفتاء، وطلع الإعلان الدستوري 63 مادة، 62 مادة ومادة إعلان، وبدأت الأمور تأخذ مناحي كثيرة ومتعددة، وبدأت المحاولات مش لتغيير النظام ولكن لانهيار الدولة. والأستاذ أحمد لما بمعنى يعني سيادة اللواء في النقطة دي لو سمحت، يعني أريد توضيح يعني إيه بدأت المحاولات لانهيار الدولة؟ أيوه، الأستاذ أحمد إذا كان هو من اللي تدربوا في صربيا، أنا ما أعرفش هو اتدرب في النيو جينيريشن دي ولا ما اتدربش فيها. أذاك أستاذ محمد إبراهيم سنة 6 أيوه أحمد إبراهيم اللي هو يعني أنتوا رصدتوا بعض الشباب تدربوا في صربيا؟ طبعًا، معانا أسمائهم وكل بياناتهم. طب ليه ما أعلنتوش عن الكلام ده سيادة؟ والله إحنا قلنا ده مرحلة كانت سابقة واحنا نسيبها دلوقتي. الاستاذ احمد اللي قدام حضرتك ده يقول لك ان الدولة بيشبهوها بشابوه تحته مجموعة من الاعمدة، الاعمدة دي 5 اعمدة او 6 اعمدة، الكلام ده موثق، الشرطة والجيش والاعلام. لكن سيادة اللواء الاتهام لستة ابريل بالوقيعة ما بين الجيش والشعب من خلال بيانكم رقم 69 كان اتهام مرسل، يعني فين المستندات اللي تقول ان هؤلاء في 6 ابريل تلقوا دعم من الخارج او تلقوا تدريب في صربيا زي ما حضرتك بتقول؟ لا، التدريب في صربيا موجود والدعم موجود، والاتهامات لما المجلس الاعلى بيصدر بيان ما بيصدرش بيان مرسل، وما اشمعنى 6 ابريل؟ هو ده السؤال اللي انا سالته لحضرتك، اشمعنى 6 ابريل؟ في 220 ائتلاف
وفي حوالي حاجة و30 حزب موجودين حاليا على الساحة. اشمعنى 6 ابريل؟ احنا عندنا مبرراتنا وعندنا اسبابها وكل حاجة. يكون ليه ما اعلنتهاش سيادة اللواء علشان الامور تبقى واضحة؟ ليه ما اعلنتهاش بمستندات ووثائق ان 6 ابريل تلقت اموال من الخارج وتلقت تدريب في صربيا كما تقول حضرتك الان؟ ليه ما اعلنتهاش ذلك؟ التدريب موجود، والعلامة بتاعتهم علامة بتاعت الثورة الصربية، العلامة بتاعت الكف المقفول دي العلامة بتاعت صربيا. يعني سيادة اللواء اين المستندات؟ يعني هتعلنوها امتى على الرأي العام؟ كل حاجة وليه وقتها، ولما نعلم مستندات يعني لازم في ناس هتبقى في وضع مساءلة عشان ما يبقاش كلام مرسل. لكن سيادة اللواء يعني في اسماء معينة في 6 ابريل تلقت هذه الاموال، ولا هي كمنظمة هي اللي تلقت باكملها الاموال من الخارج؟ يعني انا مش هدخل في التفصيلات برضو لان الموضوع ده انا مش من حق اتكلم فيه، لكن في بيانات ومين اللي اتدرب هناك واتدرب امتى واتدرب على ايه وايه اعمال الدوله اللي لو انهارت الدوله كلها تنهار. اسمح لي سياده اللواء، مين الجهات اللي مولته؟ هو الاستاذ احمد ممكن يقول لك هو اتدرب في صربيا ولا ما اتدربش. حضرتك اللي بتقول كده. لحظه انا مش عندي بياناته كامله. لو عندي بياناته كامله كنت هقول لك هو راح امتى والفتره من كام لكام واتدرب فين واتدرب على ايه. لكن هتعلنوا هذه البيانات سياده اللواء ان في ناس سافرت صربيا اتدربت وخدت اموال لانهيار الدوله في مصر؟ ايوه. ده هيعلن امتى سياده اللواء؟ هناك والله الجهات المسؤوله هتطلع الكلام ده في توقيت المناسب يعني. ومتى هذا التوقيت من وجهه نظر؟ انتوا اعلنتوا الاتهام بالفعل؟ انا عضو في المجلس ولست المنوط بهذه النقطه. طيب بس اكيد هتقدر حضرتك تقول لنا ايه اهدافهم كم من ده؟ انهيار الدوله ازاي؟ يعني ايه الخطوات اللي هياخدوها انهيار الدوله؟ هم بيقسموا الدوله لمجموعه من الاعمده وانا هقول لحضرتك عليها: الدين، التعليم، القضاء، رجال الاعمال، الشرطه، الاعلام، القوات المسلحه. لما تقرا الاحداث اللي على الارض من بعد خلع الرئيس المخلوع هتلاقي بداوا برجال الاعمال ثم التشكيك في رجال الاعمال، واحنا الفاسدين منهم كلهم موجودين في طره ما عندناش مشكله، ثم دخلوا على الفتنه، والفتنه خدت عده مراحل. في احداث كانت عفويه زي حادث اطفيح، ولكن استثمر في القاهره امام مزبيرو وفي منشيه ناصر، وصل موضوع للقتل وفي 13 قتيل في هذا الحادث. ثم الاحداث بتاعت امبابه، وطبعا ما فيش حد يقول انها ما كانتش بفعل فاعل، سواء حضرتك او اللي قاعدين قدام حضرتك كلهم وانا بحييهم تاني. ثم بعد كده بدانا ندخل في الاعلام والسيولة الغير عادية في البرامج التوك شو، ثم دخلنا على الجامعات وقانون الجامعات وحرية الجامعات وبدأ هذا الكلام يثار داخل الجامعات، ثم دخلنا على القضاء وكلمة خطيرة بتردد وتتداول الآن وهو كلمة تطهير القضاء. الشرطة انهارت من يوم 28، ما بقاش فاضل دلوقتي إلا القوات المسلحة. الموجة اعتبارا من يوم 8 مايو، واحنا يوم 10 مايو بالظبط، 10 يوليو انا اسف، بدا يظهر اعمال عدائيه على الارض تورط القوات المسلحه. لما نقراها اللي طلعنا بناء عليها البيان اللي قاله اللواء محسن الفنجري وكان بيشاور بصباعه والدنيا سابت البيان كله ومسكت في صباع الفنجري، لما نقراها نقول الاتي: ميدان التحرير، اغلاق مجمع التحرير، اعلان حاله عصيان مدني، تهديد مترو الانفاق، تهديد البورصه. نيجي لمنشأ حيوي زي قناه السويس، الاعتصامات امام مبنى الارشاد، القبض على 4 اجانب بيحاولوا يصوروا في منطقه قناه السويس. تعدي الشرق من القناه تلاقي خط الغاز بيتفجر للمره الرابعه. تتحرك شويه في اتجاه الجنوب تلاقي طريق ميناء العوجه البري بيغلق. تروح على اسكندريه تلاقي 2 اجانب بيصوروا. تيجي هنا في القاهرة تلاقي واحد أجنبي واقف على كوبري 6 أكتوبر وبيصور المنطقة المركزية العسكرية الكائنة بمنطقة العباسية. لما نقرأ الأحداث دي على بعضها يبقى ده حالة عايزة تورط الجيش أو تخلي قوة أجنبية تقول لك لا ده ممر دولي يعني احنا مسؤولين عن تأمينه. سيادة اللواء، سألت حضرتك يمكن سؤال لعل حضرتك سردت بس تفاصيل مهمة، لكن من الجهات التي تقف كما تقول أنت وراء 6 إبريل وغيرها من المنظمات التي تتلقى دعم
مالي اولا وتدريب. الدعم المالي اعلنته السفيره الامريكيه في لجنه في الكونجرس، قالت ان احنا دعمنا ب 40 مليون دولار، دي مش حاجه من عندي، ودعمنا قبل كده بحوالي 70 مليون ورصدين مبالغ اخرى. وقالت في بيانها ان 600 جمعيه اهليه من مصر تقدمت بطلبات للاعانه او المعونه. لما اتكلمنا مع البعض منهم قالوا لا احنا بنرفض هذا الكلام، والكلام اللي بيتم في الغرف المظلمه، قالوا كده الدارك روم دولي، ده كلام مش مظبوط، انما لو في دعم يبقى من خلال المؤسسات اللي تتبع للامم المتحده. مين غير 6 ابريل تلقى الدعم وتدريب سياده اللواء؟ يا فندم مين غير 6 ابريل تلقى الدعم وتدريب؟ والله انا مش هعرض كل اللي عندي، واحنا دايما عندنا مبدا يقول مش ليس كل ما يعرف يقال. طب على الاقل عددهم بعد اذن حضرتك. كل ما يقال يعني عدد عدد يعني المنظمات يعني حركه كفايه. ما حركه كفايه انا لا اتهم، خلي بالك حركه كفايه دي مش مصريه، دي حركه اسمها كفا انف، دي موجوده على مستوى العالم كله، موجوده حاليا في السودان في شمال السودان، وموجودة في تونس، وموجودة عندنا في مصر. نعم يعني إذا حركة كفاية أيضا تتلقى دعم؟ لا أنا ما قلتش، حركة كفاية تتلقى دعم، أنا كلامي واضح. تفضل. في 600 جمعية تقدمت بطلبات للإعانة من السفارة الأمريكية في مصر، هذا ما أعلنته السفيرة الأمريكية اللي لسه هتيجي، مش اللي موجودة سكوب اللي مشت، لا اللي لسه هتيجي بنهاية هذا الشهر. برضو الموضوع ده مش موضوع أنا، الموضوع اللي أنا بقول عليه أن هناك من يحاول أن يحدث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة. لو الأستاذ أحمد أو الأستاذ محمد، أنا مش متذكر الاسم، الأستاذ محمد إبراهيم، الأستاذ محمد، الأستاذ محمد، أنا جالي الدكتور ممدوح حمزة يوم 10/7 لما قلت له بدل ما أنتوا واقفين في التحرير تعال نتكلم ونشوف مطالبكم إيه. جميل. جاب لي كشف فيه 7 مطالب. كويس. يوم 20/7 الدكتور ممدوح حمزه جاب لي كشف تاني. من يوم 10/7 لغايه 20/7 حدث الاتي: رئيس الحكومه قال بيانه الاولاني، والبيان اخر كلمه كان بتنتهي الكلمه اللي بعدها اعتصام اعتصام، حتى ما حدش حلل ايه اللي موجود في البيان. اصدر البيان الثاني يوم 11/7، اصدر المجلس الاعلى بيانه الشهير بصباع اللواء محسن الفنجري يوم 12/7. تقريبا بيان رئيس الحكومة وبيان المجلس غطى السبع نقاط. امبارح او يوم 20، بلاش امبارح، يوم 20 جالي كشف تاني بمطالب جديدة وصل عددها طبقا للاوراق اللي امامي لواحد 31 مطلب. منهم مطلب من مين يا سيادة اللواء؟ مين اللي بعت لك المطالب؟ دكتور ممدوح حمزة. دكتور ممدوح. بيان المجلس، مسودة بيان المجلس الاعلى لتحقيق اهداف الثورة وطموحات شعب مصر العظيم. كويس. في 31 مطلب. البيان الاولاني مكتوب عليه كده بيان من القوى الوطنية توافق على هذا البيان، في نهاية البيان يعني القاهرة 10، توافق على هذا البيان 130 من الكيانات السياسية، احزاب وحركات وكيانات مجتمعية ونقابية. دول كانوا 7 مطالب يوم 10. يوم 20 بقى 31 مطلب. منهم مطلب اتكتب قبل القانون بتاعه ما يصدر، يعني في البيان الاولاني او في بيان المطالب الاولانيه: الغاء قوانين تجريم الاعتصامات. اولا ما عندناش قانون اسمه تجريم الاعتصامات والاضرابات السلميه، احنا لم يصدر قانون من المجلس الاعلى ولا من الحكومه اسمه كده، قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات السلميه، لم يصدر مثل هذا القانون. تفسيركم ايه سياده اللواء في المجلس العسكري لزياده المطالب اللي حضرتك بتقولها من 7 ل 31 مطلب؟ انا عايز التفسير ده، انا عايز التفسير ده اللي في 10 ايام من 7 مطالب الى 31 مطلب يقوله لي الاستاذ احمد، يقول لي ايه اللي حصل. نرجع تاني معلش لموضوعنا وهو ما حدث بالامس. ما حدث بالامس شيء خطير جدا. احنا من اول جمعة الغضب اللي سموها جمعة الغضب الثانية وحتى اليوم قلنا اي اعتصامات او تظاهرات في ميدان التحرير تترك للمتظاهرين، ولن يكون هناك اي تدخل من القوات المسلحة لا من قريب ولا من بعيد، ولكننا موجودين قريبين جدا منهم عشان نأمنهم. الاسعاف بتاعتنا موجودة، المطافي موجودة، قوات التأمين موجودة، جاهزين في اي وقت ان احنا نعاون وننقذ. امبارح حصل حاجة غريبة جدا، ان الثوار اللي في ميدان التحرير وبدون مقدمات
راحوا عاملين مظاهرة بتتكون من حوالي 2000 أو 2500 فرد الساعة 10:30 مساء بعد اجتماع تم في أحد الخيام. على بالمناسبة أستاذ أحمد، 50% من الخيام اللي موجودة في ميدان التحرير ملك القوات المسلحة. بمعنى إيه ملك القوات المسلحة؟ هذه الخيام في فترة قبل ما يتغير محافظ القاهرة كان موجود الدكتور عبد العظيم وزير، وكان في مشكلة إسكان بتوع أبناء مدينة النهضة والسلام، وأنشأنا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير معسكر إيواء ليهم في منطقة. نعم يعني الخيام تبع ليكم؟ هم خدوها من معسكر الإيواء. لكن حضرتك رصدت امبارح بتقول اجتماع تم في ميدان التحرير، وخرجت على اثر هذا الاجتماع مسيره دي لراحه القضاء العالي سياده اللواء. لا لا لا، اللي جت عند المجلس الاعلى بالليل الساعه 10. يعني حضرتك رصدتوا ايه في الاجتماع ده؟ ايه اللي تم في الاجتماع ده من يعني اللي رصدتوه؟ معلش انا مش هتدخل في هذه الامور، لكن انا هقول لك ان الموقف على الارض. تفضل. ماليش دعوه اللي تم في الاجتماع. الموقف على الارض ان 1500 ل 2000 شاب اتحركوا من ميدان التحرير، مشوا في شارع رمسيس دون اختار مسبق، دون اعلام للداخليه، دون اعلام لمن يدير شؤون البلاد عشان يامن هذه الحركه، عشان يامن المرور. وهذه القوه متجهه الى مقر وزاره الدفاع. وصلوا تقريبا حوالي الساعه 11:30 12 عند ميدان العباسيه. هو مين اللي موجود الساعه 12 بالليل في مقر وزاره الدفاع عشان ياخد مطالب من الثوار؟ هل هو الموضوع تقديم مطالب؟ طب كانوا ادوها المطالب للشرطه العسكريه اللي قابلتهم او لقوات الجيش اللي قابلتهم، ولا هو تحرش بالقوات المسلحه؟ النهارده رصدنا تاني مؤتمر هيعقد الساعه 12، واعتقد ان هو تنفذ المؤتمر ده لحركه 6 ابريل وليس الائتلافات. الائتلافات كانت عامله مؤتمر واذاعته قناه الجزيره، 6 ابريل عملت اجتماع وقررت في هذا الاجتماع انها تتحرك الساعه 4 عصرا مره اخرى في اتجاه المجلس العسكري مع تجميع مجموعة من البلطجية ومعهم عبوات مولوتوف عشان يتحرشوا مرة أخرى. احنا حذرنا، أنا حذرت في قناة دريم، أرجو إن مفيش حد، احنا سيبنا الميدان للثوار يفعلوا كما يشاءوا، إنما يتحرشوا بالقوات المسلحة ده موضوع خطير. يعني تتأكدتم سيادة اللواء ان هم معاهم بالفعل يمتلكوا قنابل مولوتوف ورايحين على المجلس؟ استاذ احمد، قنابل المولوتوف عباره عن ازايز وشويه بنزين وحته بتاع شاشه او قطنه بتتحط في وقت الازازه، وبمجرد ما يولع حته الشاش ويرمي الازازه البنزين ينتشر على الارض ثم يشعل. نعم سيادة اللواء، كم المعلومات اللي حضرتك قلته الان هو خطير جدا جدا من تقاضي اموال وتدريب في الخارج، ليه ما تحركتش الجهات المعنيه تجاه هذه المنظمات وتجاه حركه 6 ابريل لتنهي هذا الامر تماما؟ هذا الموضوع من سنه 2009 ليس موضوع جديد، وكان مرصود عند اجهزه الامن في الدوله بالاسماء بالتوقيتات باماكن التدريب بالموضوعات اللي اتدربوا عليها بالمبالغ التي تم مقاضتها او تقاضيها في الخارج في صربيا وفي مناطق اخرى تحت اشراف جمعيات تدعي الوطنيه، سواء المعهد الديمقراطي او المعهد الجمهوري او الفريدم هاوس او الفريدريش هاوس او جورج سوروس، وهو طبعا الاستاذ لو قاعد فاهم الكلام اللي انا بقوله كويس، والمعهد الديمقراطي المصري والفريدم هاوس اللي لها مقر هنا ومقر ست. على فكره 6 ابريل ليها فيلا فاخره في منطقه وسط البلد، ما اعرفش هم جابوها منين، يعني المقر بتاعهم فيلا. انتوا ليكم مسجله باسم مين الفيلا دي يا سياده اللواء؟ 6 ابريل يعني الكلام ده سهل، يعني مسجله يعني باسم فرد موجود في 6 ابريل. سياده اللواء، سياده اللواء بعد اذنك، بس سيادة اللواء بعد اذنك انا اسف، لحظه هو بس كل ده يعني حضرتك ما رضيتش على سؤالي. سيادة اللواء، ليه ما اتحركتش الاجهزه المعنيه بدل كل هذه المعلومات موجوده عندها ومتوفره؟ طيب اي حد كان يلقي اتهام لحد في ميدان التحرير يبقى ده فلول وضد الصبر، كويس؟ يعني انا اكلمك بصراحه. اتفضل يا فندم. يعني لما يجي والد صديق ليا ابنه في الثانويه العامه جاب في سنه ثانيه ثانوي في المرحله الاولى يعني مجموع صغير وهام على وجهه وراح واخد بعضه رايح ميدان التحرير، يقابله مجموعه ايا مكان يقول له مالك؟ يقول له لا ولا يهمك، تعال احنا هنقعدك عندنا تنام في الخيمه دي، تفطر تتغدى تتعشى، ولو ليك في الكيف نجيب لك. عارف
الكلام ده لما نطلع نقوله كده يقول لك ده ضد الثوره، ده التفاف على الثوره، ده التفاف. كل من متواجد في ميدان التحرير من كبيرهم وصغيرهم يعلم ماذا يجري في ميدان التحرير. الكل يعلم تماما ماذا يحدث داخل ميدان التحرير. لكن لما احنا نيجي نتكلم هم عارفين كده كويس جدا. لكن سياده اللواء يعني ده مش شايف ان هو اسمح لي سياده اللواء ده في تعميم شويه. لما الاستاذ احمد دلوقتي من شويه قال لك في ناس راحوا احنا ما عرفناش نسيطر عليهم او احنا قلنا لهم ما تعملوا، لا لما كنت بتقول له لما بيشتموا الجيش والمشير قال لك والله احنا بنقول لهم ما تعملوش كده. لكن لما تيجي تساله تقول له ال 1500 واحد او ال 2000 واحد اللي اتحركوا امبارح من ميدان التحرير من جنبه وجايين على وزاره الدفاع، واخد بالك، هيقول لك اصل انا ماليش سيطره عليهم. يعني في 25 ائتلاف اليوم يا سياده اللواء يعني اكدوا على ان المسيره اللي هي طلعت هم معاها، واكدوا على سلميه هذه المسيره، واكدوا ان ده من حق كل واحد ان هو يتظاهر في الحته اللي هو عايزها، ده حق للجميع. ايوه سياده اللواء. يا استاذ احمد اتفضل يا فندم. التظاهر حق مكفول للجميع، المسيره السلميه حق مكفول للجميع، حقوق الانسان ضمنت لاي حد حق التظاهر والتعبير عن الراي. لكن قبل ما يتظاهر مش يقول ان انا هعمل مسيره من التحرير لغايه العباسيه عشان نامن هذه المسيره، عشان نامن حركه المرور، ولا نسيب ال 1500 واحد يمشوا في شارع رمسيس يقفلوا الشارع والناس تبدا يتوقف مصالحها، واحد مريض، واحد في حادثه، في حريقه، في بتاع، الناس قافله الشارع تماما، هل هذا مقبول؟ سياده اللواء 6 ابريل نفت تماما علاقة. انا ما بتكلمش دلوقتي على المظاهره و6 ابريل، انا بقول لك ان المظاهره اللي طلعت من ميدان التحرير جت العباسيه، هل هذه المظاهره كانت لابسه طاقيه لخفه وطالعه من ميدان التحرير، ولا طالعه وكل اللي موجودين في ميدان التحرير يعلموا تماما ان هناك تظاهره متحركه في اتجاه المجلس العسكري وتم الحشد ليها؟ مش ممكن واحد كده راح قايل يلا نروح ميدان التحرير وراحوا طالعين وراه ال 2000 واحد، يبقى دي ظاهره خطيره جدا بتحصل في ميدان التحرير، ان ليس لاحد السيطره وليس لاحد القدره على السيطره على الميدان، يبقى ده موضوع خطير، يبقى ممكن اللي موجودين في ميدان التحرير دول زي ما راحوا قفلوا المجمع ممكن يروحوا يعملوا اي حاجه ثانيه، يولعوا مثلا. سياده اللواء هل بتفكروا في فض الاعتصام في ميدان التحرير بالقوه طالما كل هذه المشاكل؟ ان احنا فكرنا في فض الاعتصام بميدان التحرير. لا، هل بتفكروا في ذلك سياده اللواء؟ والله احنا لو عايزين الاعتصام دلوقتي دخل على الاسبوع الثالث، النهارده بدايه الاسبوع تمام. الثالث صحيح. في حد راح جنب ميدان التحرير من الجيش او من الشرطه؟ لا، ده هم اللي قلنا بقى، يعني الموضوع ايه؟ طب انتوا مش عايزين تيجوا عشان تمشونا؟ انا امبارح سمعت تعليق كويس جدا في احد المحطات، قال لك المجموعه في ميدان التحرير طلعت الشجره وعايزه سلم ينزلها، المجموعه تسلقت شجره ووصلت لقمه الشجره دي ومش عارفه تنزل، عايزه سلم ينزلها. انا ما عنديش مانع اللي موجودين في ميدان التحرير بكره يجوا يقعدوا يتكلموا ونشوف ايه المطالب اللي كانوا عايزينها وايه المطالب اللي اتنفذت وايه المطالب اللي اتنفذتش. يعني حضرتك بتقول دلوقتي ان انت تتقبل ان بكره وفد يجي من ميدان التحرير ويجلس مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وفد له 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 القدره على التاثير على ميدان التحرير، انما مش هيجي لي اثنين او ثلاثه ويكلموا ويقول لك اصل انا ماليش سيطره على ميدان التحرير، يجي يقول لي المطالب، مطالبي كانت 7 مطالب يوم 10، يوم 21 او يوم 20 بعد 10 ايام بقت 31 مطالب. انا يا سياده اللواء ليه سؤال قبل ما نختم مع حضرتك؟ بعد اذن حضرتك عشان يعني انا شاكر ليك ساعه صدرك، لكن ليه سؤال بعد اذنك حتى بيثار في الشارع المصري، هي ليه القرارات الاخيره ما اتخذتش غير بعد ما الاعتصام بقى موجود في ميدان التحرير؟ ليه في قرارات مهمه جدا على نيه مثلا المحاكمات، مجلس اعلى او صندوق لرعايه مصاب الثوره وفتح مستشفى ليهم وما الى ذلك، كل هذه القرارات لم تؤخذ الا بعد الاعتصام؟ نعم. احنا من شهر رصدين لصندوق شهداء الثوره من القوات المسلحه 100 مليون جنيه، الاعلان الدستوري بينص صراحه ان جميع المحاكمات علنيه، الاعلان الدستوري اللي صادر على المجلس الاعلى للقوات المسلحه بينص صراحه ان جميع الجلسات علنيه ما لم ترتقي المحكمه غير ذلك. احنا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم الناس تقرا الاعلان الدستوري وبعدين تقول انتوا، وبعدين القضاء سلطه مستقله لا نتدخل فيها ومش من حق حد يتدخل فيها. كان طلع
كان طلع كلام سياده اللواء عن ان انتوا هتاجلوا الانتخابات، ده حقيقي الكلام ده؟ انا الان ما احنا المخطط اللي احنا عاملينه هيمشي طبقا للتوقيتات، وانا بشكرك عشان عندي التزام شكرا جزيلا وبحيي اصدقائك التانيين. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء حسن الرويني عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، شكرا جزيلا سياده اللواء.